مباشرة إلى أبو الحسن مراسل شبكة شام الإخبارية من ريف اللاذقية. أبو الحسن، إذا معطيات جديدة تشير إلى فتح جبهة الساحل من جديد، هل وضعتنا في صورة الوضع الميداني في هذه المنطقة؟ يعني آخر المستجدات اليومية، الاشتباكات المستمرة منذ ساعات الصباح الأولى بين الثوار وجنود النظام متواجدين في قمة 45 ومنطقة النبعين. الاشتباكات ما زالت مستمرة إلى الآن بطريقة المناوشات. الثوار تمكنوا من قتل عدد من قوات النظام، إضافة إلى تدمير دبابة واحدة دبابتي 72 وحرق عدد من الخيام لقوات النظام على قمة 45. كما قامت جيش الإسلام بقصف مواقع في مدينة اللاذقية، أحياء موالية وغير موالية في مدينة اللاذقية. أكثر من 15 صاروخ كوشة سقطت على مدينة اللاذقية، اثنان سقطوا في علي جمال، واثنان سقطوا في منطقة الكورنيش في البحر مقابل الكورنيش الجنوبي، إضافة إلى سقوط صواريخ في دوار الأزهري وفي مشفى السلامة في منطقة دوار الأسرى هذه المنطقة الموالية، بالتزامن مع القصف الذي يجريه جيش الإسلام على المناطق في دمشق. طبعا أبو الحسن تمت اسمح لي الجسر بهذا من السؤال. الجرحى. أبو الحسن، معركة أو منطقة الساحل هي خزان رئيسي للأسد، فهل ترى معي بأن اشتعال جبهة الساحل في هذا التوقيت بالذات سيربك النظام كثيرا، فيما إذا تكلمنا أن النظام يتهاوى في الشمال وفي الجنوب، منذ يومين خسر في الشيخ مسكين وحدها 200 رأس، هل ترى معي بأن اشتعال جبهة الساحل في هذا التوقيت بالذات سيوفر على الثوار مزيد أو جهد كبير لإسقاط النظام؟ أهم المناطق بالنسبة للنظام هي الخزان البشري، الخزان الشبيح المتواجدين في هذه المنطقة، إضافة إلى وجود موارد اقتصادية كبيرة في مدينة اللاذقية تغذي النظام. كما شاهدنا في حالات سابقة عندما تتم عمليات عسكرية في منطقة اللاذقية ويتم الاقتراب من مناطق الموالية للنظام، يقوم النظام بسحب معظم قواته من مختلف أنحاء سوريا وزجها في معارك اللاذقية. طبعا هذه المعركة لا يمكن أن يفتحها فصيل واحد أو جبهة واحدة، يجب أن تتضافر جميع الجهود في هذه المنطقة لفتح هذه المعركة، لأن المعارك هنا صعبة جدا نتيجة لأنها مناطق موالية للنظام مسيطر عليها عسكريا وبشريا، لديه إمداد لوجستي وعسكري بشكل كبير، يجب أن توفر أعداد كبيرة من المقاتلين، إضافة إلى تواجد تأكيد ذخيرة وأسلحة متطورة لفتح هذه الجبهة. في جبهة هذه الجبهة حاول الثوار أكثر من مرة فتح هذه الجبهة، لكن يعني يواجهون مشاكل كبيرة، أهمها عدم تواجد تنسيق متكامل بين الثوار على أرض في هذه المعركة، إضافة إلى تواجد سلاح نوعي ثقيل ممكن أن يحرزوا به تقدم وتغيير نوعي في طبيعة المعركة في ريف اللاذقية. نعم، الناشط الإعلامي أبو الحسن مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا محدثا من ريف اللاذقية، أشكرك جزيل الشكر.